دعوته، وأنا بعتبر نفسي دايما مشارك معاكم في المعهد، لأنه قبل ما أكون أستاذ في القانون فأنا محامي بالنقض، يعني أنا زميل، يعني أنا ابن النقابة، ومنكم طلاب كانوا معنا في الجامعة، ومنكم زملاء النهاردة كلكم. فأهلا وسهلا بحضراتكم، وبتشرف بيكم دايما. وعايز أقول إنه عادة لما بتكلم في موضوع بدي إشارة كده عنه، وبعدين بعمل له مقارنة بقضية اشتغلناها في مكتبنا وإزاي اتعاملنا معها. فأنا النهاردة الحقيقة كان استعدادي إن احنا نتكلم مع بعض في جزئية الاختصاص. بنتكلم على الاختصاص بشكل عام، فلو جينا اتكلمنا على أنواع القضاء في مصر بشكل عام هنلاقينا بنتكلم على عندنا نوع اسمه القضاء العادي، مش كده؟ اللي هو بنتكلم عنه اللي فيه الجنح والجنايات والأحوال الشخصية والشركات بقى والتجاري وإلى آخر، مش كده؟ وبعدين بنيجي نتكلم على القضاء الإداري، فبنلاقي نفسنا قدام مجلس الدولة تقسيماته، مش كده؟ يبقى إذن أنا بتكلم مبدئياً على الاختصاص العام في كل حاجة. باجي ألاقي عندي محكمة النقض، مش كده؟ دي لها مسألة مختلفة، حتى إحنا لو قربنا منها وتكلمنا، لو تفتكروا بخلاف الطعن أمام محكمة النقض بنجد لها أمور أخرى زي تنازع الأحكام، في تنازع سلبي وتنازع إيجابي، مش كده؟ ده الفصل اللي احنا بنركن إليه في النقض. أيضا هنلاقي عندنا حاجة اسمها القضاء أو القضاء الدستوري، اللي هي المحكمة الدستورية العليا، واختصاصها احنا فاهمين إنه بيتعامل معنا فيما يصدر عن مجلس الشعب أو البرلمان أو مجلس النواب زي ما بنقول، وإذا كان هناك عوار في التشريع الذي خرج بنرده إلى المحكمة الدستورية العليا لتصحيحه أو لاعتماده. أيضا بنجد عندنا القضاء العسكري المتعلق بالقوات المسلحة، بيتولى شؤون الضباط والهروب من الخدمة واللي ما قداش خدمته أو إلى آخره. إذن أنا لما بتكلم ما بينفعش إن أنا أخلط اختصاص مكان على مكان آخر. ده بينقلني إلى لو رحنا لمادة المرافعات وتكلمنا على الاختصاص بشكل عام، قلنا أنواع القضاء عندنا، لكن هنروح إلى اختصاص آخر، وهو لما نيجي بقى نتكلم على الاختصاص الولائي للمحاكم أو الاختصاص القيمي للمحاكم أو النوعي أو المكاني. تمام؟ خلي بالكوا اللي أنا بقوله ده أنا هوصل منه إلى دور الاختصاص إيه في الجريمة التي تعرض علينا كرجال جنائي أو بنشتغل في تدريس الجنائي أو في المحاماة كمحامين جنائي. هو يا دكتور جمال إحنا لنا علاقة بالاختصاص ده، ممكن يفيد معايا في جناية أنت بتنظرها؟ دايما بقول آه، ولما بقول آه بقول هحكي لكم القضية اللي أنا اشتغلتها في شهر 5 اللي فات، وكانت أركانها مبنية كلها على العوار في الاختصاص. فلو اتكلمنا على الاختصاص الولائي احنا بنتكلم على ولاية كل محكمة في الأمور التي تنظرها، لها اختصاص ولاية لها. لما اجي اتكلم على النوعي اجد داخل المحكمة الواحدة نوعيات بتتعامل معاها، دي دايرة منازعات، دي دايرة أموال، دي دايرة كذا، بنتخلص. نيجي إلى الاختصاص القيمي بنجد النصاب الانتهائي وانتوا أدرى بيه، محكمة الجزئية بتبدأ من كام وتنتهي في كام، باقي المحكمة الكلية كام وهكذا، ودي أمور أعتقد أنكم إن لم تكونوا درستوها فانتوا درستوها واشتغلتوها كلكم في مرحلة العمل. بيبقى عندي النقطة المهمة وهي الاختصاص المكاني. فلما باجي الاختصاص المكاني لو اتكلمنا في المدني بتجده كثيرا ما يقولك لما تيجي تحرك دعوة مدنية خاصة بعقار بندور على اختصاص مكان وجود العقار، مش كده؟ وبعض الأمور بندور على شخص اللي هو رفع الدعوة أو المدعى عليه. لكن لما باجي في الجنائي لو تفتكروا اتكلمنا في مسألة، قلنا الجريمة هل لها مكان واحد ولا ثلاث أماكن في الاختصاص؟ ها سكتنا. طيب قلنا مأمور الضبط القضائي في الجنائي لما بتقع جريمة في دايرته يبقى ده الاختصاص بتاعه، مش كده؟ اللي هو مكان وقوع الجريمة.
الاختصاص الثاني لو مكان القبض على المتهم، بقى هنا الاختصاص لمأمور الضبط القضائي اللي اتقبض عليه فيه، ثم محل الإقامة بتاع المتهم يبقى اختصاص ثالث. طب أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه إحنا في شهر 5، وده اللي هحكيها لكم باستفاضة عشان لما تيجوا تشتغلوا قضية من هذا النوع تدوروا على جزئية الاختصاص وتضعها نصب عينك وانت بتشتغل، وهتبحث فيها ازاي هقول لحضرتك تشتغلها ازاي. وانا دايما بعتبر نفسي زي ما بقول انا زميل، وبعدين بعتمد على خيركم من تعلم العلم وعلمه. فانا لما بشتغل قضية بعتبر نفسي تعلمتها، حتى لو انا بشتغلها مرة واثنين وثلاثة، لكن بيبقى من المصلحة ومن الافادة ان انا انقلها لحضراتكم، لما هتسمعها او تشوفها هتجيلك زيها هتقول اه والله الدكتور جمال لما اشتغلها قال لي خلي بالك من كذا لانه هو اشتغلها كده. طيب ايه موضوع القضية؟ انا جاني قضية من 4 متهمين بجناية مخدرات، احراز وتعاطي واتجار، 3 كانوا 4 متهمين. انا شخصيا جالي المتهم رقم 3، وكان هناك محامي طبعا زميل عن المتهم الاول وعن الثاني واخر عن الرابع. القضية كانت في مدينة 6 اكتوبر، مأمور ضبط قضائي محترم، ودول انا دايما بقول عليهم محترمين لان لولاهم معرفنا ندرس القانون، معرفنا نكسب قضايانا، معرفنا نشتغل، لان هم دائما عندهم قصور في اجراءاتهم، واحنا شغلانتنا الاجراءات الجنائية قبل الموضوع اللي انت بتشتغل عليه. ركز على الاجراء جدا، الحقيقة هتكسب القضية من غير ما تجهد نفسك ولا تجهد المحكمة. طيب ايه الموضوع اللي حصل؟ ان الضابط ده دخل الكومباوند بتاع الدريم لاند اللي موجود في 6 اكتوبر، لقى سيارة، هو جاي متتبع شخص معين من 4 شباب اللي جوه السيارة، يعلم انه بيتاجر ويعلم انه له 100 موقع معاه و100 وقع، لكن هو مش عارف يتحصل عليه. فلما علم انه موجود في كومباوند دريم لاند خد القوة بتاعته والعربيات والدنيا وغير لوحات العربية وعمل شغل لطيف قوي، ودخل الكومباوند ووجه سيارته والقوة وراح قابض على الولاد في نفس المكان. وكان الامر ده بتاريخ يوم 5/10/22 اللي فات القبض، وبعدين 5/10/23 السنة اللي فاتت. وبعد ما قبض على الولاد ومشي راح مكتبه وكتب قضية المحضر بتاعه بالشكل الذي يرضيه هو. لكن هنا فاتوا حاجة مهمة قوي، ودي برضو بوجه نظر حضراتكم فيها وانتوا بتشتغلوا. العنصر الفني مهمة قوي في القضية. بمعنى ايه؟ كومباوند دريم لاند يا جماعة في كاميرات بتغطي المكان من اول ما تدخل على البوابة لحد ما تخرج منها. فطبعا معالي النقيب المحترم تم تصويره صوت وصورة وهو داخل والقوة بتاعته ورفع عربية فان، وبعدين اضاف لذلك البوابة مسك التقرير امن وكتبت في تمام الساعة كذا حضر السيد النقيب فلان ومعاه عربية كذا ورقمها كذا والعربية التانية كذا، كل ده جميل جدا. ودخل وتواجد في المكان من الساعة مثلا 11 إلى 5 مساء يوم 5/10/22 كانت الواقعة، أنا آسف 5/10/22 وبعدين دخل معاليه قبض على الولاد وصريخ الولاد متصور، واللي يقول له ده الفيلا بتاع أبويا هنا وأنا هنا، لدرجة في ناس أفاضل واقفين منهم محامية عملت إقرار في الشهر العقاري بهذا المشهد وإلى آخر. طيب أنا لما جتني القضية ابتديت أشتغل على جزئية بعيدة خالص مع العلم، وهنسأل في ده وبنتسأل فيه. طب ما أنت دكتور جمال عارف أنه كان فيه مخدرات في العربية وتقبض عليهم بكمية قد كده وفلوس قد كده، أنا بقول لكم أنا اشتغلت على الإجراءات وحصلت على براءتي بالشكل، ما تكلمتش في الموضوع خالص، وهقول لكم اتكلمنا ازاي، واللي انا بقوله ده هو ده اللي انتم المفروض تستفيدوه مني في الجزئيه بتاعه الاختصاص. انا بحثت كومباوند دريم لاند تابع مركز ايه او اسم ايه، قالوا ان ده اختصاص اسم اول اكتوبر.
طيب النقيب اللي جه أدى المهمة دي منين؟ قالوا ده معاون مباحث اسم حدائق أكتوبر. فأصبح هنا عندي أول جزئية، عدم اختصاص مأمور الضبط المكاني طبقا للمادة 23 إجراءات فقرة ألف. ده مسألة من النظام العام، بدل موجودة في الإجراءات يبقى بشأن اللي بجتهد. طب أنا عرفت المعلومة دي إزاي؟ ابتديت أدور وأجيب قرار وزير الداخلية من دار المطبوعات اللي بيقول الاختصاص المكاني بتاع ده منشأ إمتى وده منشأ إمتى، فبقى معايا أول مستند أدفع بيه على بطلان القبض بتاعه من حيث الشكل لعدم الاختصاص المكاني. طيب هي كده خلصت؟ لا، البيه راح مكتبه، والكلام ده كان 11 إلى 5 ليلة 15، خلينا وراح رايح مكتبه البيه وراح كاتب في تمام الساعة 5:50 فجرا بميدان زويل. زويل ده تابع لاختصاص حدائق أكتوبر بتاعته. راح كاتب أثناء مرورنا لقينا عربية جاية عكس الاتجاه ينبعث منها دخان وهي عكس الاتجاه، فرحت موقفها وابتدى يحكي روايته وأبط عليهم ولقيت فلوس كذا وموبايلات كذا ومحشيش كذا وكميات زي ما انت عايز. هنا أغفل العنصر الفني، بعتنا احنا جبنا من كومباوند دريم الفلاشة صورنا عليها لحظة دخوله ولحظة خروجه ولحظة القبض وكله معنون بالتواريخ من الكاميرات وهي بتسجل، وجبنا التقرير الأمني بتاع بوابة 6 أكتوبر وهو داخل بتاع الكومباوند وهو خارج. طيب هنا المسألة قدام المحكمة، أنا ليا 3 طلبات، معايا فلاشة طالعة بتصوير من الكومباوند ومعايا التقرير الأمني اللي بوابة بيقول دخل فلان وطلع. فلما مثلنا أمام المحكمة في 10:15 تحديدا، وكانت مشكلة من دائرة محترمة جدا، قضاء كبار سن كبار خبرة يعلموا ما يقال أمامهم ويحافظوا عليه، فاتفضل يا دكتور جمال. طبعا نسيت أقول لحضراتكم نقطة مهمة قوي، المفروض حضراتكم كزملاء أي ما كانت درجاتكم، جدول عام ابتدائي استئناف نقض يا رب تكون عميد كلية الحقوق، وانت رايح تشتغل قضية فيها أطراف مش عيب أبدا انك تسأل الأساتذة الأفاضل في المحكمة لما تلتقوا إذا ما كنتوش تنسقتوا مع بعض قبل كده، حضراتكم هتتكلموا في إيه النهاردة؟ أستاذ فلان هتتكلم في إيه؟ أستاذ فلان هتتكلم في إيه؟ لأنه ممكن يتكلم في نقطة أنا هشتغلها فأسيبها له وأتكلم في غيرها، مش كده؟ فأنا لما رحت المحكمة الحقيقة لقيت 3 أساتذة أفاضل فسألتهم، طبعا هم رحبوا بي لأن أنا مش معتاد التواجد كتير في النقابات يعني، فقلت لهم أنا بستأذن حضراتكم ما التقيتش بيهم أصلا قبل كده وأساتذة أفاضل، هتتكلموا في إيه؟ فأحدهم قال لي أنا هتكلم في العربية، إنه إزاي هو وهو جاي سائق عربيته يبقى دخان بتاع الراجل اللي قاعد الناحية التانية هو شمه وي. قلت له طب كويس قوي. التاني لا يا فندم، أصل هو لما قابل العربية الساعة كذا لقيتهم بعاد تماما عن اللي أنا بفكر فيه، فقلت لهم طب أنا بستأذن حضراتكم لأن أنا هتكلم في أمرين في الإجراءات بعيدين عن الموضوع اللي أنتوا فيه خالص، هتسمحوا لي بده يعني عشان ما نخلطش قدام الدائرة؟ فكانوا من الاحترام الزائد انهم التزموا الصمت امام القاضي، فلما قال مين حاضر مع المتهم الاول قال له الاستاذ فلان، مين الثاني مين الثالث مين الرابع اثبتنا، قال له فلان اتفضل، قال له اللي هيتكلم الدكتور جمال، فقال لي الثاني، قال له الدكتور جمال، قال لي الرابع الدكتور جمال، فقال لي اتفضل. قلت له معالي الرئيس انا النهارده بدفع بامرين، الامر الاول عدم اختصاص الضابط مكانيا، ثانيا بطلب القبض على الضابط وإحالته محبوس إلى النيابة العامة لترحيله لقيامه بجريمة التزوير المعنوي في أوراق رسمية وهو موظف مدني وليس من القوات المسلحة. فالقاضي انزعج قال لي قلت له يا دكتور، قلت له والله قلت يا سعادة الرئيس، قال لي طب ما تكلمني في الموضوع، قلت له ماليش اقتراب من الموضوع خالص يعني ما مش هتكلم فيه،
طب ايه الموضوع؟ قلت له والله حضرتك انا باصل الكلمتين اللي قلتهم دول بدليل فني وبتشرف بتقديمه للمحكمه وهو الف لاجئ. فكان من القاضي انه قال لي طب ومين؟ لا يا دكتور ما يمكن حضرتك اللي مصور الفلاش. قلت له بناء عليه انا بطلب المساعدات الفنيه من وزاره الداخليه عشان اتحمل مسؤوليه ما اقدمه. خلي بالك انت لما بتاخد لابتوب وتروح بيه للقاضي وتقول له ممكن سيادتك افرجك على المشهد يقول لك اه، تفتح وتفرجه يقول لك طيب ماشي، بس هو ممكن يكون في قناعته انت اللي مركبه. انما انت لما بتطلب المساعدات الفنيه ده انت بتاكد له انه انا لو جت المساعدات الفنيه بتاع وزاره الداخليه ورجعت المشهد ولقت المقطع متركب انا اللي رحت في جنايتي انا، فهنا بيعلم مدى يقينيتك. فاخذ الحقيقه القاضي الفلاشه وكتب الدافعين وحاول يعني يبعد بي عن الموضوع، فقال لي ايه احنا يا دكتور جمال داخلين على رمضان وبعد العيد، فايه رايك ناجل لبعد العيد عشان الناس تكون فطرت والاخر. قلت له لك هذا ولكن دي طلباتي معالي الرئيس. وفعلا اجلنا. ثم انا بحكي لكم بالتفصيل علشان تاخدوا بالكم من ثلاث نقط انا اتكلمت فيها: الاختصاص المكاني وعرفت اوصل له ازاي، ان انا جبت قرار وزير الداخليه من دار المطبوعات بقرار اصداره بتاريخه، جبت المكان اللي فيه الضابط ازاي، جبت انه يبقى ده الاختصاص. جيت في التزوير المعنوي وانا قلت الفرق بين التزوير اللي بناخده جنحه والتزوير اللي بناخده جنايه، الفرق بين الاثنين ايه؟ فرق بين جنحه التزوير وجنايه التزوير. ها؟ قلنا الجنحه لما بيكون في تزوير في ورقه عرفيه، والجنايه ورقه رسميه، ومحضر الشرطه اللي كتبه الضابط ورقه رسمي واحتج به امام النيابه العامه فاصبح احتجاج رسمي، ومثلنا به امام القاضي في دعوه منظوره، اذا التزوير اكتمل، مش كده؟ اجلنا وبعدين جينا بعد العيد اتحددت لنا الجلسه فحضرت. فسالت امين السر اول ما وصلت السكرتير، قلت له المساعدات الفنيه وصلت؟ قال لي اه جت والقاضي صرفها. قال لهم روحوا. هنا علمت ان القاضي شاهد الفلاشة وخشي امر طلبي، وانا الحقيقة كنت مصر على طلبي جدا انه لابد ان يكون هناك ردع لمأمور ضبط قضائي واحد، هيبقى ردع خاص وردع ايه عام. كويس قوي. فدخلت لما قال لي انه صرف المساعدات الفنية، قلت له طب روح قول له الدكتور جمال موجود وبيقول لحضرتك طالما صرفتهم يبقى اكيد في اجل يبلغني بيه، وهو لسه كان في غرفه المداوله بتاعته. فقال له لا قول له الدكتور انا عايزه مستنيه، يعني ينتظرني ما يمشيش، لانه المره الاولى كان ترتيبنا في نظر القضيه رقم 10. فالقاضي الحقيقه كان من الذين يمحصون القضيه، فقعد في اول دعوه ساعتين والثانيه ساعتين، فانا انزعجت قوي. فقلت للسكرتير قول له الدكتور جمال عنده محاضرة وانت حط رقم 10. فمجرد ما عرف قال له هاتهولي، فدخلت رقم 3، فاعتبرت القاضي متفاهم الأمور. فلما قال له ينتظرني انتظرته، فانعقدت الدائرة ومسؤولت أمامه سألته، قلت له معالي الرئيس أنا علمت أنه المساعدات الفنية جت وحضرتك صرفتها، عشان كده أنا طلبت الأجل الجديد عشان ما نرهقش الوقت يعني. قال لي لا دكتور جمال احنا استثنيناك المرة اللي فاتت وجبناك من الرقم 10 لرقم 3، يلا بقى عايزينك تترفع. قلت له طيب ما انا الطلبين بتوعي انا حضرتك ما هم نفسهم، انا بتكلم في عدم اختصاص المكاني المأمور الضبط وبطلب القبض على الضابط واحالته محبوس الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات بشأنه. فكان الرد منه الحقيقة قال لي باللفظة كده ده نقيب صغير. قلت له المتهم ده طالب في كلية الهندسة في سنة رابعة، وده طالب في كلية سياحة وفنادق في سنة تالتة، يعني دول شباب صغيرين. فرد قال لي هو أنت مش عايز البراءة؟ قلت له المحكمة بتلتزم؟ قال لي وهي المحكمة بتلتزم بحاجة؟ قلت له وأنا ما بتنزلش عن طلباتي. طب كلمني يا دكتور في التعاطي. قلت له يا فندم أنا ليس لي اقتراب من الموضوع أصلاً، سواء كان حدث أم لم يحدث ده مش موضوعي، أنا مركز على أمرين وهما الاختصاص المكاني والتزوير المعنوي،
والمحكمة وشأنها. فعضو اليمين الحقيقة قال لي يا دكتور جمال الرئيس قال لك هيديك براءة. قلت له إذا كان هناك التزام فلنكن لنا الصمت نسكت. فمنح البراءة للأربعة. خلي بالكم أنا لو رحت، أنا عايز أقول إيه بقى نقطة أضافها لحضراتكم، إذا أنت تخليت قدام المحكمة عن تمسكك بالأركان الإجرائية والشكلية هيقول له اكتب يا ابني وقد تنازل عن الدفع الفلاني. إذا تنازلت الجريمة قائمة تماما. اللي أنا بقوله ده مش معناه إن أنا بآزر اللي كانوا بيتاجروا أو اللي كانوا بيشربوا، لكن أنت مهنتك ألزمتك بإنك لما تقرأ وتجد عوار في إجراء شكلي لازم تقف عنده، في تناقض في ألوان في موعد في كذا في كذا في كذا يجب أن تتحرك أمامه وتتمسك به واوعى تخاف. يعني ساعات بيحصل بعض الأساتذة الأفاضل القضاء أساتذتنا وزمايلنا زي ما بيقولوا في اللغة الدارجة بيخطفك كلمني في كذا فأنت تتوتر. لا، أنت جلسة الدفاع دي ملكك، دفتر محاضر الجلسات ده بتاعك. فاللي أنا بقوله بصر على كتابته، واللي أنا بقوله بصر أنه يتسمع، ومهما قاطعني أنا آسف بكمل. ولما بيبقى موضوعك ركن ركين في الإجراء المحكمة نفسها بتعيد حساباتها معاك 100,000 مرة. فده معناه إيه؟ أنه أنت حضرتك لما يشند إليك أمر لازم تذاكره كويس قوي. ما تفرحش انه يجي يقول لك ايه ده قال المتهم كان لابس بدله حمراء وهنا في النيابه قال ده سمراء، هنشتغل على دي. لا لا، اشتغل على الحاجات الثوابت بتاعتك. الثوابت بمعنى انت عندك ساعات يحصل مأمور الضبط القضائي اللي قام بالجريمه والقبض عليها اللواء جمال دياب ماشي، أفاجأ باللي كاتب المحضر وتحرياته اللي هو حسين. الله، هنا ده غير ده، أمسك في ده، أنت كتبت إزاي التحريات اللي بتتعمل. لما يجي مرة ويقول لي لم نصل لحقيقة الواقعة، ويجي المرة الثانية يقول لك آه هم عملوا كذا بس أنا مش عارف أحدد أنواع المتهمين، بس أنا كل النقط دي اشتغل عليها بعيد عن الموضوع، مالكش دعوة بالموضوع خالص. انما هو اللي يدخل يقول له ايه ده هو يا فندم قال انه قبض عليهم ومعهم 5 ترب حشيش وزنهم 1000 جرام طلعوا 700 جرام. نعم يعني طيب، هيقول له قال ما عمل خد حته عملها او كذا. لكن التناقضات الفجه هي اللي بنتكلم فيها، زي ما يجي مثلا في قضيه ويقول لك ده اتقبض على المتهم ب 377 جرام هيروين، ده كانت قضيه نقض عندي، ويحددها ويكتب جنبها تقريبا بالميزان الغير حساس بتاع اسم الشرطة ماشي. النيابة تقول نفس الكلام. المعمل الجنائي لما يجي يقول لي جاني حرز عبارة عن 37 جرام هيروين، هنا أصبح هذا ميزان يمثل إجراء للبطلان للحكم أمسك فيه. إنما مش مسألة يقول لي 377 بالميزان الغير حساس فلما وزنها لقيها 375 أقول بس مش هو، لا هو قال لك بالميزان الغير حساس. هنا بدور على الإجراء المرتبط بالمعمل الجنائي بالكمية بكذا بكذا بكذا. فبالتالي عند قراءة الأمر وإسناده لك دايما خلي بالك من الشكل، خلي بالك من الإجراء. اللي أنا بحكيه ده قضية موجودة لو دخلت على اليوتيوب وسألت عليها أو على جوجل بتاريخ 5 شهر هتلاقوا الجرم ده منشور بالكامل، وعلى صفحتي الخاصة الحكم ده كان لازم أنزله علشان النقط اللي فيه لأنه ده كان تسبيبه. حتى القاضي في نهاية الأمر قال لي طب كلمني في صحة الواقع. قلت له أنهي صحة واقع؟ قال لي أي واقع نتكلم فيها. قلت له يعني هنقول أنه دخل الكومباوند وقف عربية، فعربية وقفت قدامه زمر لها نزلوا شتموه فراح ملبسهم. قال لي حلوة قوي دول كويسين. خلاص خلي بالكو المحكمة لما بتعرف ان انت مالي ايدك من امر في الاجراء او امر في الخطأ الاجرائي سواء كان في التحقيقات في القضية في النيابة العامة او من مأمور الضبط في محضر الاستدلالات، المحكمة بتبقى معك قلبا وقالبا، لكن ما بتحاولش تفصح
عن إرادتها، لأنه احنا نعلم أن المحكمة لو أفصحت عن إرادتها في أمر ما من حقك تردها، مش كده؟ يعني لو جيتي مثلا في جلسة وقال لك يا أستاذ أنت بتكلمني في البراءة إيه، دول قتلة. طب شكرا معلم، أنت كده خدت السكة اللي هتشتغل إزاي؟ إذا كانت عقيدتك مبنية أنهم قتلة، يبقى أنا مهما قلت معك حضرتك مش هتوصلني للي أنا عايزه، ده إفصاح. ولذلك لما بتري في عين المحكمة قبول اللي أنت قلتيه، كملي شغلك، ما توقفيش، ما تفرحيش انه القاضي ابتسم وقال اه ده كلام كويس ده هيديني البراءة. لا، لانه هو رخر القاضي من الحكمة ومن الفطنة انه ما يبدوش عليه لا الرفض ولا القبول. لكن لما بيحصل معك حوار في المحكمة بيكون نتيجة قوة الدليل اللي انت واصلة اليه، ان كان دليل اجرائي او دليل فني، فدايما تدعمه المسألة. وده اللي كنا بنقوله دايما وبعيده، انه كثيرا منا وهم طلبة، وحضرتكم لسه كنتوا طلبة من سنة واتنين، ملزمة عشان نجاوب قانون المرافعات الكشك اللي جنب الكلية، مدينا 4 أسئلة بيجيبهم الدكتور فلان بتاع المرافعات، بيسأل دايما على المواعيد وعلى المسافات، فمالناش دعوة بالاختصاص، مش كده؟ انت بتيجي اهو انت استاذ ده بيحصل في الكلية الملزمة يا دكتور حسين من لا دلوقتي بقت أسوأ، لأنه نص الطلبة يقول لك أنا بشتغل وباخد الملزمة ليت الامتحان. طبعا. فخلي بالكوا لما بنوصل بقى تبقى أستاذ جنائي هيقابلك المرافعات اللي أنت ما ذكرتهاش، فهتلاقي نفسك بتكلم هو قتله إزاي وعمله إزاي، ما دورتش على المرافعات. طب هل الاختصاص كان صح في القبض؟ هل المعمل الجنائي قال ايه؟ هل الدليل الفني كان له دور؟ هل التصوير كان له دور؟ هي دي الامور اللي لازم حضراتكم، والمعهد ده بيفيدك في كده. وانا دايما بناشد حسين بيه بقول له دايما كل اللي بيستضفوا ناس افاضل واصحاب علم، خدوا منهم التجربة العملية اللي هم مروا بيها. انما احنا لو هنتكلم في موضوعات عامة وكذا ومادة اصول كذا وهنبقى بعاد، لا، جالك أستاذ مدني اتكلم معاه في المسألة، في مسألة المواريث بنشتغلها ازاي، طب لما اجي اعمل حجز على بيت ازاي، انفذ في رهن عقاري ازاي، ده يهمك. نفس الوضع، وبعدين انتوا معاكوا قامات موجودة في المعهد، وتأكدوا انه طول ما انتوا بتقروا وبتتابعوا وبتسمعوا اكيد هتوصلوا اللي انتوا فيه، وهيجي يوم من الايام هيقعد في مكانكوا ده خريجين جدد، وهيقعد على المنصة دي احدكم من السيدات او من السادة، لانه القاعدة الدرجة اللي احنا كلنا لو دامت لك مش كده ما وصلت لغيره. فاكيد مهما طالت بنا الايام المنصة هتختلف، وحضراتكم هتعلوا جدا وهتحصلوا على درجاتكم العلمية. وانا دايما بحب اكون موجز في كلامي، بس المهم توصلوا للثلاث نقط اللي انا طلعتهم في الاختصاص، وان شاء الله يكون لي لقاءات تانية معكم، وبشكركم على حسن الاستماع. الف شكر لكم. موجود الاعلان الفوري. نعم. دلوقتي على فكره كلام الان ترجمات الاختصاص ده مهم جدا وفي الجنان بالذات، بس لازم تلاحظوا حاجه، كل الامور دي متروكه لتقدير المحكمه. لان القانون اختصاص تيجي حاجه مش فيها كلام، لو كنا عندنا القضيه دي كان فيها قضيه القتل دي كان فيها حوالي 7 متهمين محامين، كل محامي مع متهم وكل في متهمه هي وطبعا جينا دفعنا بالاختصاص عن الاختصاص كانش بنها، ف محامين دفعوا بعد الاختصاص وتبقى الماده كذا، والرئيس قال انا مش انا مش حاكم، انا المحكمه هي المختص. فمحامين طبعا فقالوا لا يا رئيس بقى في قانون هو مبدئيا الكلام ده كله، قال له اثبت ان انت عايز محضر الجلسه والمحكمه لها القرار. فطبعا ثبت وكذا محامي ثبته وهم يثبتوا طلبات، فانا عارف ان الرئيس مش هيجيب عارف شهيد. فطبعا بدأنا قال لي انا اتفضل، اتفضلوا ايه؟
بضلوا ايه؟ فاللوجس اترفع واستاذ شوف اللي مع المتابع الاول عشان يترفع. قال له انت بالنسبه لنا احنا طالبين وعدم التصرف في الماده كذا كذا. قال له يا استاذ انت انا المحكمه ادتك حقك، ثبت لك طلباتك في محضر الجلسه، والاخر المحكمه حره في انها تقبل او لا تقبل، فتفضلوا اترفعوا. واللي مش هيترافع انا هجيب محامي الجلسه وانتدبه، مش مشكله، هو شديد قوي يعني. فخلاص ماشي. فانا جيت انا الاخر وثبت حضوري. قال لي انت طلباتك ايه؟ انت برضه هتقول عدم اختصاص؟ قلت له لا، انا مش هقول عدم اختصاص، انا متمسك بالمحكمه هي المختصه، وخلاص الامر نافذ بقى، مفيش كلام تاني. ان انا اصل هقول هي هي، قلت له لا مش انا متمسك باختصاص المحكمه، والمحكمه هي فعلا مختصه، واحنا انا شخصيا اعترافي. واترفعنا في القضيه دي، وكان فيها مرافعه طبعا كتير قوي، لان كانت الوضعه شرسه، مفيش جه زيها تاني، مفيش جه زيها تاني. وكانت اللي قامت بالدور ده كله واحده ست، اللي قامت بالدور ده كله واحده ست، هي الفاعل الاصلي، وهي اللي محدش يعمل اللي عملته. ده حقيقه، ده واقع موجود عندنا. فانا كنت حاضر مع المتهم، وهي كانت مدخلاها معاها في الاتهام. واترفعنا طبعا، كل محامي اترفع حسب الادله المقدمه في بالنسبه لادله السكوت. هنا بقى زي ما انت بتقول كده الاستاذ جمال بيقول، وكان بيقول انت كمحامي قدامك موضوع، وقدامك موضوع كبير جدا، وقدامك موضوع فيه ادله اتهام كتير جدا، وقدامك موضوع فيه ادله بتؤكد على عدم صحة الواقع بالنسبة لعدد المتهمين، وفي أدلة بتجزم بأن جميع الأدلة تؤكد صحة الاتهام. في فرق بين صحة الاتهام وعدم صحة الاتهام، في فرق بين دليل الإسناد، دليل جازم وقاطع ويؤكد عدم صحة الواقع، وفي دليل تاني قاطع وجازم يؤكد صحة الوضع. انت موضوع، وانت مطلوب منك عايش واقعة، عندك ادلة محددة، انت هتبدأ بايه؟ وانت هتبدأ بايه؟ وتقدم ايه؟ هل دليل الاسناد يقوى على حمل الاتهام؟ مهم، دليل الاسناد ده هو كل حاجة. يعني دليل الاسناد ده هو كل حاجه، هو الدليل اللي المحكمه هتبني عليه عقيدتها. دليل الاسناد هو المحكمه هتبني عليه العقيده اللي هتكون نتيجه في الاخر وتقول حكمت المحكمه. ده دليل الاسناد. طب هل دليل انت بقى، ما انت دليل الاسناد موجود، انت فين من دليل الاسناد؟ هل دليل الاسناد ده يقوى على حمل الاتهام؟ ها؟ ها؟ ركز كويس عشان ركز كويس، مش عايزين، ما فيش بقى، احنا عايزين كده. انا بقول ان دليل الاتهام موجود، ودليل الاتهام ده اللي المحكمه هتبني عليه العقيده، وكان ده، وبهل بقى دليل الاتهام ده، دليل الاتهام ده يقوى على حمل الدليل الاثباتي؟ لا، لازم انت بقى هتمسك الدليل ده وتبدا تناقشه مع نفسك، هل دليل الاسناد ده اللي موجود ومتقدم عن ادله السور بتاع النيابه، هل ده يقوى على حمل الاتهام ده المقدم من النيابه؟ ما انت عندك ادله اتهام كتير، المحكمه هتاخد بقى وتطرح بلا
تاخد بالاثنين، ما تاخدش بحاجه خالص. عندك اعتراف، والاعتراف سيد الادله، والمحكمه دي وين محامي حضرتك تيجي او حضرتك تيجي تترفع وسندت تلك القضيه دي اعتراف. اعتراف سيد ما فيش كلام، مش مناقشه. وتيجي انت حضرتك تقول لي انا الاعتراف ده وليد اكرام، وليد اكرام معنوي، وتقول لي اكرام معنوي كلمتين. اكرام معنوي ايه؟ ما فيش اكرام المعنوي ده، ما فيش فيه اكرام، ما فيش فيه اكرام. انما تقول وليد اكرام، بس هتاكد ازاي الاكرام وعناصر الاكرام، ده صح ولا غلط؟ لا، لما تيجي المحكمه وتقول اني الواقعه دي او الدليل فيها الاعتراف ده اعتراف معنوي. ايه يعني اعتراف معنوي؟ لما المحكمه اطمنت ان الاعتراف الواقع اللي جوه اللي هو قاله المتهم ده اعتراف. ليه؟ لانه ترتب عليه ايه؟ ان المحامي اترافع بيه اثر عليه من الناحيه الادبيه، اثر عليه من الناحيه المعنويه، الادراك بتاعه ما بقاش سليم، يبقى الاعتراف ده المحكمه قالت لا، الاعتراف ده وليد اكرام معنوي. وفي الاخر حكمت المحكمه ببراءه المتهم من الاتهام المذنب اليه. ودي كانت المحكمه الجنائيه بقى، دي كانت المحكمه الجنائيه بقى. انا بربط ده بده ليه؟ لان انت مضمون، ما هو انت المرافع فين؟ الاستاذ جبنا اترفع وانا اترفع، ماشي؟ وانا عندي قضيه، وادي قضيه، ربطت قضيه بقضيه، ربطت دليل بدليل، ما الادله كلها موجوده، بس اصيغ دليل ازاي؟ علشان انا الدليل اللي انا هصيغه ده اقدمه للمحكمه ازاي؟ اقنع بيه المحكمه ازاي؟ ما هو لازم المحكمه تقتنع، خلي بالك، لازم المحكمه تقتنع. انت ممكن تيجي تترفع وتثبت الدفوع بس. تثبت الدفوع بس. بطلان اجراءات الضبط والتفتيش لعدم وجود المتهم في حاله من حالات التلبس. بطلان جميع اجراءات الضبط والتفتيش لان المتهم تم القاء القبض عليه قبل اقتراف مسمى فعل مبرر. نقول ايه بقى؟ اهو قانون. والمحكمه تحكم. والمحكمة تحكم بالمحامي اللي بيترافع، تحكم بالإدانة ضده، وفي محامي تاني بيترافع في الجلسة بس بيترافع بالقانون اللي أنا قلته. وده ضرب وتفتيش وحبس ونيابة ومحكمة، وعلى قصاد المحكمة بقى المحامي بإيه؟ بيعرض اللي إحنا قلناه ده. وقع إيه؟ حالة واقعة وظاهرة يتعين ضبطها. المأمور ضبط ضبط وفض ولقى على طب ده المخدرات هي والظابط جابها والنيابة حدثتها وراحت المحكمة وجت للمعمل قال ما أنت مخدرة. طب والمحكمة المحامي بقى فيرود والمحامية برضه قاموا عارض للمحكمة الدفاع، وتبين من دفاعه ان المتهم ليس كان حائزا او محرزا لماده مخدره، وان ضبط الدم على المتهم قبل اقترافه سمة فعل مبرر. فرضا ما فيش تلبس، ما فيش جريمه عشان نقول ان تم ضبطها. ما فيش هنا اللي وصل ده مين؟ حضرتك. اللي وصل المحكمة ده مين؟ حضرتك كنت بتترافي. وفي الآخر المحكمة تقضي بالبراءة. فعلشان كده احنا دلوقتي في بالنسبة للي جاي احنا بنتكلم معاك واقع وبنترافع. بنترافع وبنقول لك هل سند الاتهام يقوى على حمل الاتهام؟ دي مهمة جدا، بعيدة تاني. هل سند الاتهام يقوى على حمل الاتهام المقدم به من النيابة اللي المحكمة هتحكم به؟ يا تحكم بالبراءة
يا تحكم بالإدان، وده ماشي وده ماشي، وده حق المحكمة وده حق المحكمة. الفيصل فين؟ المحامي هو اللي هيواجه المحكمة الانتباه ده. وفعلا الانسان الانتهاء يقوى على عم وتشرب المحكمة تبدأ تشك. وإيه المحكمة مش يعني مجرد الشك والانتهاء خلاص انت دخلت في بالنسبة للمحكمة هديت، بالنسبة للمحكمة الانتهاء ده هتوصل فيه بقى المحكمة لما انت ترفعت وصلت وعم اللي ابتدت تتهم لك وعلى عمله ابتدت المحكمة تشك، وانت حضرتك ابتديت تشكك المحكمة في صحة إسناد الدليل المقدم به إلى المحكمة. إذا شكت المحكمة في صحة الدليل التام خلاص يبقى هنا بقى احتمالات. محكمة هتتكلم جوه، هتخش المداولة ويتكلموا في الاحتمالات بتاعتك اللي انت رفعتها. لما المحكمة تشك في الدليل يبقى ايه؟ تقضي بالبراءة، لأن هنا البراءة يكفي أن يكون دفاع المتهم ولو بلا دليل. المحكمة وسلطة المحكمة وتقدير المحكمة والأمر كله للمحكمة، الأمر كله للمحكمة، يبقى يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى الدليل حتى تقضي له بالبراءة، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيه. مش هو ده؟ ما هو ده مش ورق. الورق خدناه والمحكمة خدناه، الورق القانون كله معاه عندهم وعندنا، بس إحنا عايشين بقى دلوقتي إيه؟ تعايش مع وقائع. تعالش مع وقائع المحكمة وحده دي، هو ده المنطق والاطمئنان والوجدان والعقل والجوارح، كل دي مكونة، مكونة ايه؟ لعقيدة معينة، لواقع معينة. فعلشان احنا لما نيجي نقول المحامي ده هو الشخصية المحترمة العظيمة العالم المخرج الأديب كل ده هو المحامي. ليه؟ عشان كده هو المحامي في مجلس الأهلي، هو أمر في سلوك فعلا. أنت أكتر من المحكمة، أنت أكتر من المحكمة، أنت أكتر من أكتر من كتير. إنما خلي بالك المحكمة لما تيجي هنترافع المحامي بيترافعوا، المحكمة بتسيبك وتترافعك وتعتبرك وتوقرك يعني مفيش بعد كده. ليه؟ ما بتعلم منك. ليه؟ لأن احنا عندنا علم وهم عندهم علم طبعا، نتعلم منهم برضه. نتعلم منهم كويس يعني. واحنا بنتعلم في تبادل بين المحكمة وبين الدفاع. الدفاع بيقرب وبيبحث الدليل وبيشوف ده ايه وده ايه وده ايه ويعرض على المحكمة، والمحكمة سامعة زي ما احنا الاثنين سامعة. المحكمة تبقى عايشة معايا، عايشة معاك بكل جوارحك، سامعة شايفة متحركة وكل حاجة. كل حاجة انت بتعملها، الحركة اللي انت بتعملها دي المحكمة عايشة معايا. ليه؟ بتأثر على حاجات تانية، بتأثر على حاجات الاتهام اللي انت بتترافع فيها عن المحكمة، عن المتهم. ايوه محكمة بتتأثر. انت بتقدر تقول حتى واحنا بنترافع في وقت زي ده وبنتكلم ونعمل كده والصوت ده بيعلى، ده بيأثر. وتلاقي المحكمة لصالح المتهم، كل ده لصالح المتهم. مجرد النظرة، مجرد انك تبص، مجرد انك انت لما تعلي صورتك وتودي صورتك، ده في امر وده في امر تاني. كل ده انت بتقدمه بس المحكمه بتترجمه. المحكمه بتترجمه.
بترجمه لايه؟ لواقع معروض قدامها، وبترجمه من دفاع بيعرض كما لو كانت المحكمه عايشه على الواقع الموجود قدامها، بيوصلها ان بالظبط الواقع دي على مصادر البحث والمحكمه متعايشه معاه. مين بقى اللي عمل كده؟ المحامي هو اللي عرضها وعرضها قدام المحكمه وشايفاها شافت من ثم بدا الى ان انتهى. ولذلك هنا بقى لما بيجي المحامي يترافع ويخلص والمحكمه عاشت معاه الواقع، في تبادل، في تبادل، في تبادل في ايه؟ في تبادل انت بتعرض الادله وبتعرض القرائن وبتعرض الادله ماديه وادله قبليه وادله فنيه، كل ده انت بتعرضه على المحكمه، وكل ده عناصر واقع والمحكمه سامعاه منا. بقى عيش بقى في وجدان بينا وبين بعض وتبادل، في وجدان متبادل. هنا بقى لما المحكمه تيجي تقضي بتقضي ايه؟ ايا كان بالنسبه للي حصل وفي بين المحكمه وبين الدفاع، وصلنا الامر المحكمه قالت اخر جلسه يبقى في هنا المحكمة حضور حكمة المحكمة حضورية ببراءة المتهم. وهم الدولة وهم الدولة ما تأخروش لأنه عايزوا صح الدفاع، كون عقيدة، كون عقيدة اطمأن فيها المحكمة. فابتدى جوه بقى إيه؟ الثلاثة في الدولة. خلاص وهم بقى عندهم وجدانهم وعقلهم وضميرهم مطمئنين. فعلشان كده احنا علينا دور كبير جدا جدا جدا، لان المحامي ده باكد لكم كل مره حامي شخصيه عظيمه جدا، عالم، المحامي عالم. انتوا مش عارفين الحكايه، المحامي عالم، عالم وفقيه قانوني. وايه؟ والمحامي مش عالم وبس وخلاص، المحامي عالم وفقيه واديب وعالم قانون ومحامي يمارس المهنه نفسها، ومحامي فقيه ومحامي بإنت. خلي بالك انت المحامي ايه بقى عشان يبقى الكلام قصدك كده؟ المحامي ده عامل زي الممثل والفنان والاديب وكل هو ده ماشي مع نادي الكلام اهو. انا عارف انا لما بقعد كده بقى تديني بالدين من الدراما والمحكمه معاك والامور امور يعني ايه بتبقى انت عندك الواحد يبقى عنده وهو بيترافع بالطريقه دي ما عندكش فكره الواحد يبقى فرحان قد ايه ومش كده وبس وافتخر بنفسك قد ايه، لانك كل انت مش تطلب وكل مقتنع بيه اللي معاك كله ضدك مقتنع بيه. فعلشان كده لازم اللي بيتقال ده لو ما استوعبناش مش هنسمعه تاني، عشان يبقى الكلام واضح. اللي بيتقال ده من المحاضرين لغايه النهارده كده، اللي بيتقال ده مش هنسمعه تاني، لان اللي بيتقال ده مش هيتقال. هتقول يا ريت كنت سجلت، يا ريت كنت كتبت، يا ريت كنت عملت، بس فين؟ وفي ناس كده خلي بالك عايشين اللي احنا بنقوله ده. في محامين كده عايشين اللي احنا بنقوله ده، وفي محامين كده عايشين الواقع اللي احنا عايشينه ده، وفي المحامين او محاميات اللي متعايشين مع الواقع نفسه وبيعرضوا واقع على المحكمه. ده لازم. هو انتوا متخيلين؟ واحنا مقيمين برضه، ما احنا زي المحكمه، ما احنا بنقول وانت بتقول واحنا بنسمع وانت بتسمع. فلما تيجي النهارده انت وفي ناس كويسه جدا هتخرج من المعهد وهيبقوا مبسوطين جدا وهيبقوا ايه بقى؟ خارجين محامين، واحنا بالنسبه لهم هنبقى حاجه كبيره قوي ونعمل لهم حفله والكلام ده كله. فعلشان كده احنا اللي احنا قلناه النهارده ده والدكتور جمال قاله وانا قلته ده ما يتنسيش.
لانه مش كاتبه في ورقه، انا مش كاتبه في ورقه عشان تكتبه، انا مش بملي عشان اقول لك اكتبه، لا انا بقى انا بقول بنقل الواقع. الواقع ده لما بنقله انت بتعيشيه، حضرتك تعايشت معايا ما يكتبش. لما تيجي تقوله ولو انت تعايشت معاه ونقلته مش هيفضل طول عمرك بدها معاك. معاك؟ ما هو معانا اهو. معانا هو معانا من ساعة ما قلتوا فين؟ قلتوا في السن ده. وهو معانا دلوقتي. وكل يوم بيزيد. علم وفقه وقانون وواقع ووجدان وبتاع كل حاجة. كل حاجة الأجزاء بتزيد كل يوم بتدي. ولازم تدي. لازم. ما ينفعش غير كده. ما ينفعش غير كده خالص. على ليه؟ لأن اللي جاي بتاعك. اللي جاي ليه؟ يا تبقى أنت المميز اللي فيه المحامي المتفرد بكل حاجة، يا غير كده اللي هنص ونص ده مفيش. من بتاعتنا دي مش عايزة كده. مش عايزة ليه؟ لأن دول العلماء اللي على مستوى العالم كله.